خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا من النار أيها المؤمنون نحن في شهر مبارك شهر الصيام شهر القيام شهر التلاوة وشهر القرآن شهر الرحمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكن أيها المؤمنون الصوم لا يتعامل فقط مع البطن لكن الصوم يتعامل مع الجوارح قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما بل ينبغي أيها المؤمنون أن يحفظ الإنسان لسانه وأن يحفظ يده وأن يحفظ رجلاه من الحرام لقد امتحن الله على ابن آدم بنعمة اللسان وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقد قال أيضا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين كل ذلك يا عباد الله بيان من الله سبحانه وتعالى لنعمة الإنسان ولنعمة اللسان وهذا اللسان إن استعملته في الخير ربحت وغنمت وسلمت وفزت اللهم اجعلنا منهم وإن استعملته في الشر خسرت وندمت في الدنيا قبل الآخرة عياذا بالله إذا أمر الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون ألا نستعمل هذا اللسان إلا في الخير قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبين الله سبحانه وتعالى فضل الكلم الطيب فقال عز من قائل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه وكما أن الشرع الحكيم أيها المؤمنون رغبنا في الكلم الطيب فإنه حذرنا الكلام من الكلام الخبيث فإنه يضرنا وغيرنا إذا حرمنا الله سبحانه وتعالى الغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم هذا كل أيها المؤمنون هذه من مبطلات الصيام فقال سبحانه وتعالى فأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقد قال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عباد الله هل علمتم أن أكثر الخطايا أن أكثر الخطايا ابن آدم سببها اللسان نعم سببها اللسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مسك لسانه ثم قال: يا لسان يا لسان يا لسان، قل خيرا يا لسان، قل خيرا تغنى، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أخرجه الطبراني. أيها المؤمنون، ومن فوائد حفظ اللسان ستر الله تعالى لعبده، ستر الله تعالى لعبده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، أخرجه أحمد وصححه علامة الألباني رحمه الله. فالنجا أيها المؤمنون في الصمت، فالنجا في الصمت، إذا عظم خوف الصالحين بل حتى الصديقين من أثر اللسان. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: حتى إن عمر دخل على أبي بكر رضي الله عنه فوجده ماسكا لسانه يحركها، فقال له عمر: ويلك، أو ما بك، غفر الله لك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الصديق، الصديق هذا الذي أوردني شر الموارد. فقال: هذا الذي أوردني شر الموارد، يعني اللسان. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله واحفظوا ألسنتكم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، واحفظوا ألسنتكم عن كل شر، واستعملوه في الخير تغنموا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، الأعداء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله يا لسان، اتق الله يا لسان، اتق الله يا لسان، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عجبت وجدنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستعمال هذا اللسان على ما يرضيه سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.